السلام عليكم. في هذا الدرس راح ناخذ مثال شامل على الثلاث مواضيع اللي اخذناها في الدروس السابقه. طبعا هذا المثال راح نعمل عده دوال، راح نعمل داله سام، راح نعمل داله سبتراكت، راح نعمل داله ملتيبليكيشن، ونعمل داله برنت. اوكي طيب، نعمل اول شيء داله سام، نعمل نكتب فانكشن اوكي، نسميها مثلا هنا سام جمع، وخلي تستقبل قيمتين مثلا var 1 فاصلة هنا var 2 اوكي تمام. وخلي ايش تعمل لي، تعمل مثلا عمل لي هنا دخل مثلا تعمل متغير sum ويساوي اللي هو var 1 زائد اللي هو var 2 اوكي تمام. ممكن اعمل ايش return لمين، return لمين، لا السم، يعني خليها هذه الدالة ترجع قيمة. اوكي طيب، نجي نعمل فانكشن تانية ونخليها لها subtract اللي هي السب طلع تمام، واجي اقول عندك var1 فاصلة var2، ونجي نعمل هنا مثلا خليها تعمل ايكو تطبع لي اياها مباشرة لمين اللي هو الفار1، الفار1 ناقص الفار2 اوكي تمام. ونجي نعمل فانكشن نكتب اللي هي multiplication تمام، وخلي استقبل قيمتين var 1 فاصلة اللي هو var 2 اوكي تمام. وخليها تعمل لي مثلا تقول لي هنا ايش mult هنا، او ما خليها تعمل لي return اوكي return اللي هو var 1 ضرب و 2 اوكي تمام. اول ميثود هي السم، خليتها تخزن عمليه الجمع في متغير، وبعد كده ارسل القيمه، ارسل المتغير للداله لسدعتها تمام. هنا بعد كده الصب عمليه هنا خليها تطبع لي اياها اول ما تخلص عمليه العمليه الطرح تعمل اياها ايش طباعه تظهر لي اياها اوكي. وبعد كده ايش عملت ميثود ثالثه اللي هي تعمل الضرب بدون تخزين في المتغير، وتعمل بعدين ايش ريتيرن اوكي تمام. طب نيجي نعمل هنا فانكشن، فانكشن خليها ايش برنت، هنا تعمل برنت ريزلت اوكي. طبعا هذا البرنت ريزلت خليها مثلا تستقبل اللي هو مثلا اس اوكي تمام. وبعد كده تعمل ايش ايكو لمين، لا قيمة الاس اوكي تمام. نيجي هنا عاد هنا نيجي نعمل طريقة استدعاء. اول شيء انا بدي ايش، بدي استدعي بكتب هنا sum تمام، بخليها تستقبل مثلا 5.6، وانا ممكن ادي مثلا هنا عامل متغيرين، خليها هنا var1 هنا بتساوي مثلا 5، وهنا اديها مثلا var2 ويساوي 6 اوكي. يعني ممكن اديها هنا ايش var1 وهنا اديها مثلا 6 عادي تمام. طيب ممكن ايش نعمل هنا sub واديها هنا مثلا var1 أو var2 فاصلة 3، وأعمل هنا إيش اللي هو الفار، أو مثلا أقول له مالت تمام، وأجي أقول له هنا ممكن يعني var1 فاصلة var2 أوكي تمام. أنا عملت الدوال، عملت دالة اللي هي البرنت ريزلت، وجيت عملت متغيرين، وجيت عملت استدعاء السام، بعت لها var1 var1 وvar2، var2 6 والvar1 اللي هي قيمة الvar1 هو 5 اوكي. هتيجي تعمل sum بعد كده ايش هتعمل لي، هتعمل لي return لمتغير السم تمام. هنا عملت السم، هنا السم حيطبعها على طول هتظهر على الشاشة، السم مش هتظهر على الشاشة، والمالتبلاي مش هتظهر على الشاشة. طيب نيجي نعمل هنا حفظ، نعمل reload ونشوف ايش طلع معنا. طلع معنا 3، ايش هذا قيمة الثلاثة اللي هي عندك الى الستة ناقص 3 ويساوي 3. ليش؟ لأنه هذه الدالة ما بترجع قيمة، بتعمل عملية طباعة من داخل الدالة. طيب أنا ممكن إيش أعملها، أعملها مثلا هنا أغير خزنة متغير مثلا نسميه R تمام، وأجي أعمل هنا طباعة ل إيكو، هنا أقول له إيكو، بجي بخليه ينزل سطر هنا وأقول له طباعة لمين؟ لل R أوكي تمام. ممكن بعد كده إيش أعمل دوت وخليه ينزل إيش سطر جديد بي R تمام. طيب هذه الدالة ما بترجع قيمة، يعني هتعمل الطباعة
من داخل الدالة. طبعا هذه الدالة multiplication بترجع قيمة. طبعا أنا ممكن إيش أرسل هذه القيمة اللي حترجعها multiplication لمين؟ للدالة print result. باجي بكتب print result، تمام، print هنا وأقول له result، تمام، وخليها تستقبل اللي هي القيمة اللي هي بعتتها الميثود الملت، تمام. طيب أنا ممكن أخليها إيش بعد ما تعمل هنا، خليها تعمل مثلا هنا أقول له إيكو هنا إيكو اللي هي لسطر جديد. أوكي طيب نيجي نعمل ريلود ونشوف إيش حيطلع معنا. طبعا طلع معنا 11 و3 و30. إيش اللي هي 11؟ اللي هي 5 + 6 = 11، 6 - 3 = 3. وهنا multiplication أنا بعت لها 5 × 6 قديش؟ 30. أوكي طيب يعني أنا في هذا الدرس تعلمت كيف أعمل أكثر من متغير، أكثر من function عفوا، وكيف أعمل ممكن أعمل function بترجع قيمة وما بترجع قيمة. طبعا هذه الدالة ما بترجع قيمة، هذه الدالة بترجع قيمة، وهذه بترجع قيمة، لكن هذه بتعمل عملية وبتخزن متغير وبعد كده بترسله، هذه لا بتعمل عملية وبدون ما تخزن في متغير بترسل ايش؟ القيمة. طبعا اتعلمت كمان شغلة في هذا الدرس، انه انا ممكن يعني القيمة المرجعة من الميثود اعطيها لا ايش؟ لميثود تانية. يعني مثلا هنا print result تستقبل باراميتر، تمام، اللي هو s، تمام، اللي هو الاس اللي هو ايش؟ القيمة اللي راجعة من الميثود اللي اسمها multiplication، تمام. طبعا هذا هو يعني كل الدرس، يعني ان شاء الله يكون بسيط وفهمتوه كيف يعني انا ممكن اعمل بطرق كثيره ميثود، كيف ممكن اترجع قيمه، ممكن اخزنها متغير، ممكن ترجعها بدون متغير، كيف ممكن يعني استدعاء ميثود داخل اللي هو ميثود تانية. مثلا هذه الميثود استدعيتها، تمام، واستدعيت ميثود تانية بترجع قيمه، والقيمه لو رجعتها تستقبلها الميثود اللي هي لان استدعيتها بداخلها. طبعا ان شاء الله يكون درس بسيط. شوفوا الدرس القادم والسلام عليكم.